لأسباب كتير، بعضها لأنها فيها مواد مشعة فمش عايز أدخلك في الكلام ده والمشاكل دي، وبعضها لأنها لسه نوت ماتيور قوي أو يعني بمنتهى البساطة مش اقتصادية أو منتشرة. لكن في مواد انتشرت ومعروفة في العالم كله زي المونوكريستالين سيركم. المونوكريستالين سيركم هو ده أغلب أنواع السيركم في العالم، ومن أفضل الأنواع والإفشنسي بتاعته حوالي 20%، ودي إفشنسي لا بأس بها النهارده، لكن بكره مش هتبقى ايه الافشنسي المطلوبه طبعا. ده المونوكريستالين سيركون، وده غالي شويه. البوليكريستالين سيركون ارخص شويه لان الافشنسي بتاعته اقل. الامورفوس سيركون ده هم متشعبطين بيه متغاظين من مصر. ليه؟ لان البوليكريستالين ده بيستخدموا السيركون الغلبان التعبان اللي عندهم في بلادهم. سيليكون تعبان ومليان شوائب فبيستخدموه في الامورفوس سيليكون اللي هو ده امورفوس سيليكون. سيليكون تعبان كده ويستخدموه ويطلعوا منه فوتوفولتيك اي كلام، وافشنسي زي ما انتم شايفين حوالي 7% 8% اي كلام، فبس رخيص رخيص قوي. بينما السيليكون بقى اللي هو المصري اللي هو متاخد من سينا بيتصنع منه المونوكريستالاين سيليكون، بس الصين ملخصاه شويه، واصل احنا كمان بنبيع بطين وملخصينه قوي، لكن لما هيجي في وقت من الاوقات هنظبط فيه شويه ونعمل فيه شويه شغل ونرفع سعره شويه. في كمان الكادميوم تيلوروي، ده نوع من انواع الفوتوفولتين اللي شغاله في الابحاث وطلعت نتائج لا باس بها. في كبر انديوم برضه ده بيطلع حوالي 10%. في كاليوم ارسنايد ده بيطلع 25 اب تو 30% افشنسي. في الاورجانيك بي في، الاورجانيك بي في او الميتال اورجانيك بي في دي موضوع لسه جديد بقى له يمكن حوالي سنتين فقط الابحاث شغاله فيه. ميتال اورجانيك او اورجانيك فوتوفولتيك، لكن طلع نتائج يعني نقدر نقول انها بروميسنج، ابتدت تدي امال اللي هو اللي طلع افشنسي بتوصل من 3 لحوالي 15% افشنسي، ودي كويسه قوي او بتدي يعني بروميسنج ريزلتس، فلا باس ان احنا فيها ابحاث فيه، لكن لسه مش كوميرشالي افيلابل، لسه داخل ابحاث بس. دي انواع السيليكون الرئيسيه، لكن في انواع اخرى هتكلم عنها حالا، بس دي اغلبها يا اما ابحاث يا اما ساتلايت هتكلم عنها حالا. طيب السؤال دلوقتي انا لسه مش مقتنع، الفوتوفولتيك كويس، الشمس موجوده في كل حته والطاقه بتاعتها كويسه وكل حاجه، لكن ليه انا اعمل برضه فوتوفولتيك؟ ما انا زي الفل اهو، ايه المشكله؟ طب تعالى نشوف كده بقيه الدنيا عملت ايه؟ يعني يا ترى انا بطالب ان احنا نعمل فوتوفولتيك يعني حاجه خاصه يعني، ولا احنا في وسط عالم والعالم ده اكتشف ان الفوتوفولتيك دي بقت اقتصاديه وان احنا من المناسب ان احنا نستخدمها؟ هتلاقي مثلا الولايات المتحده وهي شغاله في المجال ده من زمان، بس هم مهتمين قوي بالافشنسيز العاليه بتاعت الفوتوفولتيك. فالولايات المتحده عملت اكبر محطه فوتوفولتيك في العالم، محطه على بعضها كده كتله على بعضها فوتوفولتيك بتطلع اكبر من نص جيجا وات، نص جيجا وات. برضو الولايات المتحده الامريكيه سنه 2012 خلصت وحده ثانيه ومحطه ثانيه ب 247 جيجا وات. برضو الولايات المتحده سنه 2013 كانت انهت المحطة بتاع 230 جيجا وات. طيب والهند عملوا محطة، طبعا أنا عايز أقول إيه؟ أنا بتكلم على المحطات بس، محطة على بعضها، لكن في وحدات تانية متوصلة موجودة في كل مكان، في رؤوف مليان في كل حتة، أنا بتكلم على المحطات الكبيرة بس. الهند عندهم محطة 214، محطات تانية كتير لكن أنا بتكلم على الكبيرة. الصين 200 ميجا وات في محطة، اوكرانيا 100 ميجا وات، كندا 97 ميجا وات، المانيا عملوا محطه 91 ميجا وات، محطه ثانيه 84 ميجا وات، محطه ثالثه 83 ميجا وات، رابعه 82 ميجا وات، خمسه 80 ميجا وات، ده الالمان. في ايطاليا عامله 84 ميجا وات محطه واحده، اوكرانيا عاملين محطه ثانيه 80 ميجا وات، تايلاند عاملين 73 ميجا وات. يعني لو احنا عملنا محطه مش عيب،
مشكله ولا ايه؟ مش كده ولا الناس دي عبيطه واحنا اللي مصريين؟ طيب يبقى العالم كله عمل وحدات ومحطات كبيره بالاضافه طبعا للايه؟ للروف يونتس، ويمكن في في طالبه مسجله معانا دكتوراه بتشتغل في مجال الفوتوفولتيك عشان تحل مشكله هنقابلها قدام شويه. ايه هي؟ ان عندهم في المانيا شارع كبير متغذى بوحدات فوتوفولتيك، الناس كل واحد حاطط فوق البيت بتاعه وحده فوتوفولتيك، والشارع ده كله بيطلع وحدات فوتوفولتيك وبيتغذى بالفوتوفولتيك فقط لا غير. فلقوا ان جميل الفوتوفولتيك بتطلع لك اكتف باور بس او دي سي باور اللي هي بتتحول لاكتف باور، ما فيهاش اكتف باور. تعرفين يعني ايه اكتف؟ ف بتطلع اكتف باور بس، لكن الاحمال بتاعتهم فيها اندكشن ماشين، فيها مكن بيشتغل كله بالاندكشن ماشين، سخانات، دفايات او وحدات تكييف، غسالات، ثلاجات. فالحاجات دي كلها بتحتاج رياكتيف باور، بينما الفوتوفولتيك اللي عندهم كله اكتف باور. فعملوا ايه؟ خدوا من الشبكه سبلاي للرياكتيف باور، لكن لو ان لما بياخدوا السبلاي من الرياكتيف باور بياخدوا كتير، مش بس كده، وكمان لقوا ان بيحصل حاجه اسمها فولتج ديب، دي احنا حافظينها وواخدين عليها على طول، لكن هم بالنسبه لهم دي حاجه غريبه او حاجه مش مقبول، ان الفولت عندهم 220، لو حصل ان الفولت نزل من 220 ل 210 مره واحده دي يتخضوا يزعلوا قوي. الناس فاضيه. فحاطين هم ناشرين بحث ازاي يعالجوا دي عن طريق انهم يشغلوا الفوتوفولتيك عشان يستفيدوا من الانفرترز بتاعته ويعملوا منها رياكتيف باور سبلاي. فزميلتنا قالت طب ما نعمل انا كمان كده، ما احنا هنعالج المشكله دي يوما ما، او هنواجه المشكله دي ان شاء الله لما نعمل على الروف بتاعتنا كلنا برضه الوحدات دي، هنقابل المشكله دي، فليه ما اعملهاش؟ وطبعا عايزه تبقى مختلفه عن الالمان. قالت خلاص هما اهتموا بالكلام ده في الثري فيز، انا هعمله بالسنجل فيز على اعتبار ان انا هوزع كهرباء من الفوتوفولتيك سنجل فيز، فانا هشتغل على الكلام ده بسنجل فيز وبتشتغل عليه بحيث تولد رياكتيف باور عندها في الشغل بتاعها. اذا الكلام ده في الفوتوفولتيك انا ممكن اولد منها اكتف باور، وممكن استخدم الانفرتر البيلد ان معاه ان انا اخليه يطلع لي كمان رياكتيف باور. نرجع تاني للموضوع بتاعنا. اذا لو احنا عملنا وحدات فوتوفولتيك احنا مقنعين مش 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 حاله شاذه، مش حاله شاذه، وان ضروري بقى نفكر نعمل وحدات فوتوفولتيك مش صغيره، مش وحدات صغيره، مش وحدات هدايا بتجي لنا من الدول هم يعملوا عليها بحث علمي ويخلصوها وبعدين يدوها لنا هديه، لكن نبني احنا وحدات فوتوفولتيك محطات كبيره تبقى نص جيجا وانقطاع ان شاء الله، ارجو هذا. طيب تعالوا بقى نشوف انواع الفوتوفولتيك الاخرى البروميسنج اللي موجوده في السوق دلوقتي. في تكنولوجي اسمها الثين فيلم او فيلم روفاير، يعني هنحط وحدات فوتوفولتيك ثين فيلم، يعني وحدات رفيعه قوي، يعني الويفر بتاعتي هخليها رفيعه قوي رقيقه جدا بحيث ما اخدش سيليكون الغالي الجامد ده، ما اخدش السيليكون ده بكميات كبيره لكن اخد بكميات صغيره قوي وموفر في السعر. مش بس كده، السين فيلم بيديني افشنسي عاليه. طلعوا وحدات سين فيلم، ثم بعد السين فيلم طلعنا حاجه ثانيه اسمها المالتي جنكشن فوتوفولتيك، مالتي جنكشن بي في. المالتي جنكشن بي في دي موجوده بس فيها عيب شديد قوي. المالتي جنكشن بي في ايه هي؟ ان المالتي جنكشن بي في بيعملوا معاها كونسنتريتورز. يعني ايه؟ بدل ما يجيبوا مالتي جنكشن، مالتي جنكشن يعني اكتر من جنكشن ويحطوهم تحت بعض، والويفز اللي نازله من الشمس بعضها احمر وبعضها
فايلوك بعضها الترا فايلوك. لا انا احط جزء او سيل بحيث تلقط اللحظه وسيل تبقى الافشنسي عاليه مع البنفسجي وسيل مع الفوق بنفسجي بحيث اطلع تبقى مالتي جنكشن سيل وتطلع لي افشنسي الاوفر اول افشنسي بتاعتها تبقى كبيره. المالتي جنكشن فوتوفولتيك سجلت سنة 2011 تم صناعة وحدات فوتوفولتيك مالتي جنكشن بإفشنسي الإفشنسي بتاعتها 43.5% إفشنسي كويس. بس فيها عيب. إيه العيب ده؟ إنها عايزة كونسنتريتورز. يعني إيه؟ يعني بص كده أروح جايب بلاستيك مش لازم اجيب بقى عدسه ومش عارف ايه والكلام ده، الكلام ده كان زمان عند القدماء، لكن احنا بقى بنجيب بلاستيك ونعملها كانها عدسه، احطها كده في الشيء قدام الشمس، وبالتالي يبقى الشمس كلها اللي في المساحه دي كلها هتتركز في خط بس يعني. خط اروح جاي عند الخط ده وحاطط مالتي جنكشن يونت، حط خط من المالتي جنكشن، يبقى بدال ما احط فوتوفولتيك بالمساحه دي كلها لا احط خط واحد بس واحط ايه كونسنتريتور يروح مركز لي الاشعه كلها على الخط ده بس. احصل على افشنسي اكتر من 40% ده نمره واحد، بس بعيب صغير ان لو الشمس اتحركت يا جماعه كده او كده الخط بتاعي او التركيز هيتحرك، فالخط بتاعي اللي انا حاطط فيه الفوتوفولتيك مش هيقع عليه الفوتونز اللي نازله من الشمس. اللهم لا اعمل ايه؟ لازم الف مع الشمس، انا اخليها دايما بتلف مع الشمس، السيل والكونسنتريتور كلهم مع بعض يلفوا مع الشمس من السان رايز للسان سيت. ده عيب فيها بيخلي السعر بتاعها مكلف شويه. دي لكن الافشنسي بتاعتها تبقى عاليه. طيب حل تاني ده بقى من غير كونسنتريتور. ودي اسمها تريبل جانكشن يونت او فوتوفولتيك، تريبل جانكشن فوتوفولتيك. التريبل جانكشن فوتوفولتيك من غير كونسنتريتور سجلت سنة 2009 سجلت افشنسي 35.8%. انا بقول السنة ليه؟ لان الكلام ده متاخر قوي. انت لو دورت على رحت للناس دول وقلت لهم النهارده ايه يقول لك لا ده احنا خلاص الكلام ده بتاع زمان، احنا ارقامنا اتغيرت خالص. فانا بديك الرقم واقول لك ان الارقام دي اتغيرت عشان بس ما ابقاش بضحك عليك. 35.8% ده التريبل جنكشن وبدون كونسنتريتورز. ده 35% افشنسي. وطبعا زي ما قلت الابحاث شغاله والاورجانيك فوتوفولتيك سجلت اب تو 15% ولا زال الابحاث شغاله عليه. انا بس بفكر نفسي بالكلام. فعندنا في مشكله مشاكل عرضناها واحنا بنتكلم على الفوتوفولتيك. والمشاكل دي ساعات كده عشان برضه برد على زميلكم اللي سال من شويه، ساعات كده يجي لك سؤال يقول لك ايه حل المشاكل دي في الامتحان، فلازم نعرف الاجابه. يعني مثلا احنا بنحط الفيندرز، المساله بتاعت الزميل الصعيد الفيندرز، ها سيبك انت قلتان قال ده احنا التام كله. لا وانبسط اول ما قلت المنوفيه مش عارف ايه، طب الصعيد ما فيهوش مطر خالص. في والله؟ طب في مطر. طيب نرجع تاني. الفينجرز او الماده اللي بنحطها فوق الفوتوفولتيك دي بتغطي جزء من السيل فبتضيع عليا الافشنسي كان ممكن استفيد منه، ده نمره واحد. نمره اثنين الماده نفسها اللي انا بحطها اللي هي الكوندكتنج ماتيريال ما ليها مقاومه. وبدل ليها مقاومه ما هيمر فيها التيار يبقى فيها اي سكوير في ار لوسز. فدي باور لوسز طلعتها انا من طلعت الباور من الفوتوفولتيك ضاع منها بس لوسز
لمجرد انها مرت على الماده المعدنيه دي ناهيك عن ان ايه الماده المعدنيه نفسها بتغطي جزء من السيل فبتضيع جزء من الطاقه او الفوتونز اللي كان ممكن تسقط على الفوتوفولتيك يونت. لكن في حاجه جديده ونكتبها عشان جايز الشرط يعني جايز تيجي سؤال زي ده في الامتحان. فمكتبين الايه ترانسبيرنت كوندكتنج اوكسايد transparent conducting oxide layers are used to mitigate these negative effects. Are used تستخدم to mitigate يعني تعالج to mitigate these negative effects. ايه بنعمل ايه؟ بنجيب مادة موصلة بس transparent يعني بتسمح بالفوتونز اللي يعدي من خلالها. مادة موصلة لكن transparent تسمح بالفوتونز انها تعدي من خلالها وبالتالي يبقى احنا هنستفيد بالصدر كله بالكامل. Transparent conducting material. Transparent conducting oxide layers. هي الاسم المادة صعب عليك فبلاش اقول لك عليه. طيب ده حل المشكلة من المشاكل. ايه المشاكل التانية يا جماعة؟ في عندنا مشكلة تانية. برافو عليك نقولها دي برضه. نقولها الأول وبعدين نقول المشكلة التانية. زميلكم بيقول لي الحرارة. انت بتقول ان الحراره لما بتسخن الوحده اللي اليونت الافشنسي بتاعتها بتقل حوالي 0.5% عن كل درجه حراره. طيب هل اليونت بتسخن؟ زمان كنت صغيرين كان في طلبه عندي طلبه شطار في المشروع بتاع بكالوريوس كانوا بيشتغلوا على البانل ستيم. كانوا بيعرضوا الوحده وكانوا بيعملوا حاجه هنقولها حالا اللي هي اسمها سام تراكنج. ولا نقول سام تراكنج الاول بعدين نرجع لها. طيب صن تراكنج اصل احنا عندنا في الفوتوفولتيك حاجتين اتنين هنتكلم عنهم المره واحده هتكلم عنهم المره دي ومره اللي جاي هتكلم عن الموضوع التاني. اول موضوع صن تراكنج اللي هو ايه؟ ان انا امشي ورا الشمس من الصن رايز للصن سيت ومن الشتاء للصيف. امشي اتتبع الشمس بحيث يبقى الفوتونز اللي نازل على الفوتوفولتيك يبقى عمودي عشان احصل على اكبر كميه من الفوتونز ممكن. فبنعمل ايه؟ بنعمل حاجه اسمها صن تراكنج. والصن تراكنج دي عشان نتكلم عنها هنقول انها في ثلاث طرق تستخدم مع الصن تراكنج. خد بالك صن تراكنج فرق بين صن تراكنج لان في ناس كبار ما يعرفوش الفرق ده. في حاجه اسمها صن تراكنج وحاجه اسمها ماكسيمم باور بوينت تراكنج. اكتبهم الاثنين. صن تراكنج دي حاجه والماكسيمم باور بوينت تراكنج دي حاجه ثانيه. صن تراكنج حاجه وماكسيمم باور بوينت تراكنج دي حاجه ثانيه. الماكسيمم باور بوينت تراكنج هقولها لكم المره الجايه. الصن تراكنج هقولها لك دلوقتي. الصن تراكنج يعني تتبع الشمس. فكانوا الطرف بيتتبعوا الشمس وكانوا عاملين سيستم بصن تراكنج بس مشكله السيستم اللي هم كانوا عاملينه هم كانوا اربع مجموعات اثنين كل اثنين مجموعه كانوا بيتتبعوا الشمس بدبل اكسس تراكنج. ما هو عندنا ثلاثه تكنيك يا اما اعمل دبل اكسس تراكنج يعني اتتبع من الصن رايز للصن سيت دبل اكسس تراكنج من الصن رايز للصن سيت وكمان من الشتاء للصيف يبقى ده تراكنج اخر فيبقى دبل اكسس تراكنج يعني اجيب موتور يمشي ورا الشمس من الصن رايز للصن سيت وموتور تاني يتتبع الشمس صيف وشتاء وربيع وخريف وكده يبقى ده بنسميه دبل اكسس تراكنج عشان اخد من الشمس اكبر كميه ممكنه احصل منها على اكبر كميه ممكنه من الفوتونز. دي كانت عيب الطريقه اللي احنا استخدمناها والعيب ده لا زال موجود لغايه النهارده في اغلب الاماكن ان الدبل اكسس صن تراكنج طلب عملوه بس المواتير اللي جابوها عشان رغم انه بعضهم عمل بهيدروليك تتبع بهيدروليك موتور ان
لانهم ببساطه كميه الباور اللي كانت بتاخدها المواتير كانت اكبر من الطاقه اللي بتطلعها الفوتو فولتيك. فده عيب لا زال موجود لغايه النهارده. وعشان كده نادر ان احنا نشوف دبل اكسس تراكنج على الارض، لكن طبعا في السماء بتكون مكلفه ولا كده مش مهم، لكن على الارض دبل اكسس تراكنج نادر ان يستخدم او يستعمل. تاني طريقه الوان اكسس تراكنج ان انا اتتبع الشمس من سان رايز للسان سيت ده في اليوم الواحد، بينما صيف وشتاء ممكن اعملها مانيوال. لكن اتتبع الشمس من الشتاء اسف من السان رايز للسان سيت، فده تكنيك تاني اللي هو الوان اكسس تراكنج، وده موجود حاليا ومستخدم في اماكن كتيره وخصوصا مع الكونسنتريتورز بيستخدم اللي هو الوان اكسس تراكنج. التكنيك الثالث وهو الغالب اللي بيستخدم في كل دول العالم اللي هو الفيكسد يونت. فيكسد يونت يعني حطها كده وخلاص، الشمس تطلع تروح تغيب مالناش دعوه، هي واقفه كده وخلاص وكان عاجبها. ده اقل تكنيك مكلف، ده اقل تكنيك مكلف. بنعمل ازاي؟ بنعمل انتجريشن بالكامل، نحسب كميه الفوتونز اللي نازله على اليونت، نحسب كميه الفوتونز اللي نازله على اليونت في الاوضاع المختلفه، يعني وهي كده وهي كده وهي كده وهي كده وهي كده وهي كده، نحسب كميه الفوتونز عشان نختار افضل وضعيه ممكنه على حسب الايه الخط الطول وخط العرض اللي انت واقف عنده او البلد اللي انت واقف عليها او المكان. بندخل معادلات كده ونحسبها وفي الاخر نقول الوضع الامثل او الاحسن هو ايه. خلاص مش هتحاول تقعد، خلاص قربنا. طيب يعني فاضل ساعه ماشي خلاص. طب لسه ربع ساعة بالظبط، هتمشي عم الشيخ ما يصحش كده، فيبقى زميلك سأل سؤال لازم أجاوب عليه، واحتراما لزميلي ما اتكلمش خالص. ولا ايه؟ انت مش مظبط ولا ايه؟ فيبقى عندنا ايه؟ فيكسد يونت يعني ثابته بس. هنا في مصر حسبناها على القاهره. على القاهره، قلنا احسن وضع ايه؟ لو انا هحط وحده فوتو فولتيك على القاهره. قال لك بمنتهى البساطه بص ناحيه الجنوب. الاوروبا كلها برضه بتعمل زينا كده، بتبص ناحيه الجنوب. اروح باصص اهو الجنوب اهو. بصيت ناحيه الجنوب، لا ميل 28 درجه مع الجنوب، اعمل زاويه 28 درجه مع الجنوب ماشي. وبعدين هاي حاضر ماشي. يوم يمشي على الله حد يقول لهم انا قلت ايه النهارده. يبقى سعر حضرتك بتصور اسكت عشان عايز اقول بصوت واطي عشان ما اسمعش. يبقى انا هعمل ايه؟ هحط البانل بتاعتي كده وابص ناحيه الجنوب واميل 28 درجه على الجنوب، ثم اروح رافعها شويه كده بحيث تعمل زاويه 31 درجه كمان كده، يبقى زاويه 31 درجه و28 مع الجنوب، واحط الوضع ده. هو ده احسن وضع لو انا ساكن جوه القاهره. واي مكان تاني بندخل نحس نحب نحل المعادلات ونختار الوضع الامثل اللي نحط البانل بتاعتنا عليه. ده الوضع لو هي فيكسد اكسس تراك. طيب احنا حطينا الوحدات مع الطلبه بتوعك زملائكم اللي قدام، عملنا الوحدات وكانوا بيشتغلوا قدام الكافيتيريا، المنطقه اللي هي قدام الكافيتيريا، وكان في معمل كهرباء جنبهم على طول، كنا موصلين الاسلاك ليه وجايبين كمبيوتر واقعه منيله بنيله، استخدمناها كداتا اكوزيشن سيستم عشان نحول الداتا الحراره والفولت والتيار و نحولها لارقام
وندخلها على جهاز بتاعنا الكمبيوتر. عملنا الكلام ده كله لكن كانت بتحصل حاجات مفاجآت. مثلا كان فيهم طالبات كمان. بس ايه يعني عادي خالص. كانوا بيعملوا ايه؟ من غير ما ياخد باله وهو بيوصل يروح حاطط ايده على البانل. وانسى حط ايده على البانل وهو واقف بقى في الحر في قلع القميص وكده وبيحط ايده على البانل تروح محروقه لان درجه الحراره كانت بتعدي 100 درجه مئويه. واحد يقول لي الامبيان تمبريتشر 30 40 لكن البانل بتبقى التمبريتشر بتاعتها 120 130 لان بمنتهى البساطه الفوتونز اللي نازله على البانل جزء كبير منها باخد منها مثلا 16% افشنسي والباقي يتحول لحراره بالاضافه للانفراريد. للانفراريد دي كمان تنزل على البانل فتروح مسخناها فكانت البانل بتسخن قوي وبالتالي البانل درجه الحراره بتاعتها دايما بتبقى اعلى من الابيض تمبريتشر. طب الحل ايه؟ في حلول كتيره. زميلك بيقول لي احد الحلول ان احنا عملوها في اليونان وفي اسبانيا. جابوا ايه؟ جابوا البانل وحطوا مرات تحتها ميه من ناحيه الميه تتبرر ومن ناحيه ثانيه ياخدوا الميه دي يعملوا بيها شاور ويعني يدخلوها للبيوت علشان بدل ما يجيب سخان في البيت يجيب ايه؟ يبقى سخان شمس. يبقى من ناحيه بتولد فوتو باور من الفوتونز ومن ناحيه ثانيه بتتبرد ومن ناحيه ثالثه بتطلع من الحراره اللي بتمتصها الميه دي تعمل يسخنوا بيها ميه ويستفيدوا منها. ده حل لكن في حل ثاني في حل ثاني وده جديد بقى عايز اعمله لكم. اكتبوا معايا عشان عايزين نمشي بقى.